السلام عليكم كيف الحال يا شباب في البداية كل الله وصل على النبي اللهم صل وسلم عليك يا نبي مقطعنا اليوم عن التحدي الجديد من تحديات منتجع الصيف اللي هو قم بتصفية الخصوم عدد سبعة هذا التحدي جدا سهل لكن أنا نزلت المقطع لأنه في نقطة مهمة بوضح لكم إياها لاحظوا معايا هذا التحدي تقدر تسويه في الأطوار الإبداعية مو ضروري في الباتل رويال يعني أنا دخلت الطور الإبداعي هذا وسويته وانحسب معايا تقدر تسويه في الباتل رويال وتقدر تسويه في دمدمة الفريق وكثير من الأشخاص يسألوني عن دمدمة الفريق هذا هو هذا الطور ما له رقم لأنه هذا من الأطوار الأساسية اللي هي حق إيبك جيمز تقدر تسوي فيه كل التحديات أنا دائما أسوي فيه التحديات وإنت حصلوه لاحظوا معي مكتوب هنا بواسطة إيبك عندك البتر رويال بناء وبلا بناء وتحصله في هذا الصف شايفينه هذا هو نظام الطور هذا انك كل ما تموت بترجع فتقدر تسوي فيه كل التحديات تمام طيب وفي نقطه مهمه بوضح لكم اياها بعض الاشخاص لعبهم على قدهم وبعض الاشخاص صراحه جديدين على اللعب ما يقدر يقتل سبعه اشخاص بعض الاشخاص يدخلوا اللعب يعني جيم كامل ما يقتل ولا واحد فتقدر تسويه في الطور اطوار الابداعيه كيف تسويه تدخل انت وصاحبك هو يقتلك وانت تقتله لما تسوي التحدي تمام هذا هو الطور يعني إذا أنت دخلت أي طور إبداعي ومن حسب معك التحدي، أنا أحط لكم رقم الطور هذا أسفل الفيديو. كل اللي عليك تدخل يا تدخل مع مجموعة يا تدخل لوحدك أنت وصاحبك وتسووا التحدي. فهمتوا كيف؟ كده وصلنا لنهاية مقطعنا، أتمنى أي شخص ما اشترك في قناتي، اشترك في قناتي. ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الأيتم شوب إكس 2 إكس 2، وأهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وإن شاء الله نتقابل مقطع آخر، وفي أمان الله.